عبد المجيد أحارس فاعل جمعوي ناشط حقوقي بمنطقة لبن برد إقليم شفشاون. نهار يعني نهار الثلاثاء توصلنا بالخبر ديال سقوط طفل ريان في هذاك الثقب المائي. أنا غنعاود لكم يعني من الأول كيفاش وقع القصة ديال هذا ديال الطفل. الأب ديال ريان هذه يعني قبل 5 ولا 6 سنوات كان حفر واحد الثقب مائي باش يشرب منه الماء، وحفروا على بعد 32 متر. ملي ما لحقش فيه الماء ما جابش الله فيه الماء، غطالو يعني الفوهه ديالو، غطاها له بواحد يعني بواحد الوسيله يعني بواحد غطاء ديال الخشب، وعمل عليه التراب وخلاه تما. قال ربما نهار يجيب الله شي مبلغ مالي اخر باش يعاود يحفر فيه. مع العلم ان الاب ديال ريان رجل فقير مسكين، رجل درويش الله، يعني من بعد 5 سنوات هاد الايامات هادي عنده هو واحد البيت ديال الله، بناه واحد المنزل ديالو باقي ما ملبس ما والو. هاد الايامات هادي دخل واحد الجرافه باش تشطب له الطريق مع الدار باش يدخل شي بياخذ الرمله والسيما باش يلبس هذاك المنزل باش يسكن مع وليداتو. هذيك الجرافه فاش كنت قال عملت تما ديك الاشغال، فاش يعني دازت في ديك الغلاق ديك البير وقلعاته يعني ما دون ادراك ديك السائق ما انتبهش لديك الشيء هذاك. الاب ديال ريان خرج مع ديك مول الجرافه يعني خلصوا في الاجره ديالو، مشى مع هذا الواحد يعني بعيد على ديك البير، خلصوا تفاهم مع الله يعاون. ملي رجع للمنزل الام دريان قالت له فينا هو الطفل، بقاو كيبحثوا عليه تما في المحب. يعني هادشي طاح في الجوج النهار، نهار الثلاثاء 1 فبراير في الجوج النهار طاح في ديك البيت. فوقاش غيكتشفوا هما ان الطفل كاين في البير حتى 5:30 العشيه. ملي تفاجؤوا ان البير ما بقاش الغطاء ديالو كاين، استعملوا واحد الوسيله ذكيه، جابوا واحد التليفون هاتف ذكي وخدموا له الخاصيه ديال الفيديو وهبطوه في القاع ديال البير ديك التليفون وطلعوه. ملي طلعوه كيبان لم ريان لتحت. تم الاتصال يعني بعون سلطه الشيخ ديال المنطقه، الشيخ اتصل بالقائد بالنيابه ديال طاموروس، القائد ديال طاموروس اتصل بالوقايه المدنيه والسيد رئيس دائره بن برد، وانتقلوا الى عين المكان يعني نهار الثلاثاء مع 6 العشيه. في السبعه العشيه انا تواصلوا معايا الناس من تما، اتصلوا بيا بحكم انا منبر اعلامي معروف هنا يعني في بن برد والاقليم شفشاون، ديما كنتطرق للمواضيع الاجتماعيه بحال هذوما. يعني الا تقطعت شي طريق كنكتبها، تقطع الضا وشي حالات شي حاجه هكذا، يعني شي مواضيع انسانيه ديما كنتطرق عليها كنحاول نوصلها للمسؤولين. ملي اتصلوا بيا عطوني واحد الصوره من تما، هذيك الصوره اللي نشرت انايا ديال يعني اول صوره اللي توصلت بها مع السبعه.